طبعا يعني اكيد لاننا بنحب الاردن بكل الوانها، ربيعها الاخضر، شتاها الابيض، وخريفها الذهبي، وصيفها الحلو والمنعش والرائع. فريق الاعداد وزميلتنا سالي فريتخ صوروا لنا اجمل مشاهد للثلوج اللي يمكن ما حدا صورها، ولاول مره راح تعرض عبر موقع طقس العرب وبرنامج جوك تصوير الثلوج بعجلون والعاصمه عمان بتقنيه الدرون. طبعا يعني راح نشوف مشاهد جدا جدا رائعة، وأيضا من الشمال للجنوب منحب نفرجيكم الثلوج بتقنية الدرون وهذا التصوير الرائع. راح ننتقل معاكم لهذه الفيديوهات، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة للمناظر هاي الخلابة والرائعة. تفضلوا. مرحبا. تأثرت المملكة يوم الثلاثاء الماضي بمنخفض جوي تم تصنيفه حسب طقس العرب من الدرجة الرابعة، وهو شديد الفعالية، وكان مصحوبا بكتلتين هوائيتين شديدتي البرودة. أثرت إحداهما على المملكة مساء يوم الثلاثاء على نهار الأربعاء، أما الكتلة الثانية أثرت على المملكة مساء يوم الأربعاء على نهار الخميس. وربما أبرز ما يميز هذا المنخفض الجوي هو الثلوج التي تساقطت فيه، حيث تساقطت وتراكمت على ارتفاعات تزيد عن 800 متر عن سطح البحر، وربما شملت مناطق دون ذلك، واستمر الهطول الثلجي لفترات طويلة في بعض المناطق، وأغلقت على إثره العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في عدة مناطق، وتحديدا المناطق الشمالية للمملكة، وذلك بسبب تراكم الثلوج. وسرعان ما سارعت القوات المختصة بإزالة الثلوج وتيسير الحركة أمام المواطنين والمركبات. ومن الجدير بالذكر أنه لم نشهد مثل هذا المنخفض الجوي منذ 6 أعوام على التوالي. نسأل الله أن يكون خيرا للبلاد وأن يرحم فقيرا يتألم من شدة البرد.